نصف دورينا في هذا الموسم. هذه كرة يا سلام خطيرة، الله! بيريرا يضع الكرة في المرمى على يمين حارس المرمى أحمد الحسني. يا لها من تسديدة ويا لها من بداية أن يرى من الملك ومن لاعبي الملك. هذه كرة، الله! بدأ يمتلك زمام الأمور في مباراة الليلة. أوهوهو، على بداية حلوة مثيرة جميلة للملك الشرجاوي، وبالتالي ملك هذه المرة يوقع على ثاني أهداف المباراة، ثاني أهداف في الموسم الماضي. هذه كرة ملعوبة خطيرة بالرأس في هذه المباراة، برأسية سليمة جميلة كانت في اللقطة الماضية. شوف التقدم، هذه صعب يسجل فريق نادي خرفكان. رأسية حلوة جارة لفراس بالعربي، الله! في هذه المواجهة وفي هذه المباراة يوسعون الفارق من جديد. شوف اللمسة وصلت لعثمان كمارة، هي نظرة فقط تكفي. شوف النظرة، شوف سرعة النظرة، شوف المسح الكربوني. خالد الضنحاني يرسل كرة لموسى، موسى ماريجا، اوهوهو، يا بعد اهداف مقابل هدف. شوف من اللمسة الأولى خالد الضنحاني، من اللمسة الأولى قلت لك كان ميلوني مش قائم بشغله في هذه المباراة. نزل الضنحاني وأرسل الكرة لموسى ماريجا. كرة هو توليوري سيسر، شفناه في الشمال وفي اليمين، حلوة كرة ملعوبة، حارب، والعرضية خطيرة، عالمي الأهلي، الله الله الله. شوف الكرة، شوف التحول العرضي، شوف الهروب الكبير، ثلاثة لعيبة، لكن التغطية الدفاعية بتاعتهم مش حلوة. ماتيوس ليما يعطي أفضلية، لكن هايل كروس باص بتاع لعيب باك ليفت بقاله 20 سنة. يا ولد، حلوة، حارب سهولة جدا، هوبا الثاني، يا ولد يا لعيب، هداف. شوف التحرك الجميل، بس اللعيبة مش مراقبة خالص، لعيب البنياس مش مراقبة خالص، لا مساحة ولا زمن. وشوف هنا التركاية حتى بتبديلة عبد الله جاسم، ما قدرش يمسك قلب الدفاع، حاططها حلوة قوي يا شباب الأهلي. يضغط الكرة تاني، خطيرة دي، جول، ممكن جول. هوبا لعيب، يا ولد يا لعيب، حلو. لعيب الشباب الأهلي كلهم طلعوا عشان يثبتوا الأوفسايد، لكن كان مغطي اللاعب رينان دا سيلفا، آخر لعيب معاه، وحالة ما فيهاش تسلل خالص، فيش فيها تسلل. لاعب رينان دا سيلفا كان مغطي، والنكشة حلوة، والحدوتة كلها بتاعت الجول جميلة. كابتن النصر هو الآن في الطريق للإعلان عن هدف أول، النصراوي سجل. عبرة السنوات عبار، كانها الحسني في زاوية والكرة في زاوية، والأفراح النصراوية بدأت وانطلقت، والقميص الأزرق يقول كلمة باتجاه جوستافو اللي بدوره يرسلها عالية. الله على الاستلام يا عادل تعراب، الاستلام حكاية والتمريرة حكاية، وهدف نصراوي. لكن شوف الاستلام حكاية، الله الله الله، هذا الاستلام رهيب، هذا الاستلام قصة، هذا الاستلام متعة، وبعدها تمريرة جميلة، وعند الإيطالي الخبر النهائي، الخبر الحاسم بقدم يسرى في مرمى عجمان، يضاعف النصر النتيجة في مناسبة ثانية، لقطة راقية ونهاية سعيدة. الله 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 الله، انتهى كل شيء. جابيا دين تعرابته، لمسة للأمام خطيرة يا ستار، الإيطالي الذي تابع الكرة، شوف الفرصة وبا في المرمى، النصر يصل ويجول، يواصل مسألة زيارة الشباك، يسجل ثلاثية عرضية كانت جميلة، وبعد ذلك رأسية كانت من ليما. هل لمست جابيا ديني أم أنها ذهبت؟ لكن شوف الكرة، لاحظ الفرصة، نعم، ما بين الإيطالي جابيا ديني وما بين المدافعين. خيمينيز يؤازر، خيمينيز والضربة، الله! خيمينيز، النظرة يا ولد، راحت في الشباك يا عيسى، الكرة الصعبة عن المساحة، الإمبراطور، الفهود، يا سلام، الله! فيها كانت من سياكا، عبر فيها ليما، وجد المساحة، بعد ذلك سلم واستلم، وقرر في أن يسجل ثاني الأهداف. ليما النجم الوصلاوي العاشق لل... هل لها الفاعلية الكبيرة؟ العرضية قد تأتي من جانب قايدي، لا زالت المحاولة،
متابعة. الله قائدي مر وتقدم، استلم في هذه اللقطة، بحث عن زميل، بحث عن زميل، قرر بأن يصوب، عادت بهذه الطريقة ليسجل اتحاد كلباء، ليسجل اتحاد كلباء. غوستافو أوليفيرا هو من يقلص فيها العين، فاز فيها العين. جوان كان بيلعبها باتجاه خريبين، اكوامي، اوه سجل الان لمصلحة الوحدة وتشتعل القمة. الكلمة الاولى عنابية، الكلمة الاولى ظبيانية، الكلمة الاولى لاصحاب السعادة. الوحدة اللي اخر زيارتين كانت بتعادل وفوز، الان يتقدم ويضع خريبين ويسجل ثامن اهدافه في اجمل انطلاقات خريبين. توقع المتوقع 2-0 الموسم، الجولة 11 موسم 95. هذه كرة لباكيف، باكيف، باكيف، السلام. ليلة أصحاب السعادة، ليلة العناب، ليلة ضبي العاصمة، ليلتك يا وحداوي ومجمل لياليك، أمسيتك يا عنابي ومحلى ماسيك. العنابي يمسي على دورينا ويختار العودة من القمة الكبرى. بكيف، بكيف على الكيف، بكيف على الكيف، يا سلام، لا وجود للتسلل، بكيف على كيفه، بكيف عدل، عدل مزاج الوحداوية. كل وحداوي الآن مكيف، مستانس، متنومس. العنابي 2، العنابي 2، أصحاب السعادة يعودون من هنا، من دار الزين، من بكيف، على كيفك، على كيفك. لكنها تتخلص وبتعود لأليخاندرو، لعب له كرة إلى عبد الله رمضان، نقلها حلوة اللعبة لتراوري، المحاولة، هدف أول، هدف أول جميل لنادي الجيش، ولع الطاس وضعها في الشباك. دائما خلف كل هدف جزراوي تجد عبد الله رمضان. عبد الله